من أمام الطائرة الأولى التي سينطلق بها الجسر الجوي الإغاثي السعودي المتجه إلى لبنان لمساعدة المتضررين من الحرب هنالك من الشعب اللبناني، حيث عديد من الطائرات التي ستنطلق تباعا لانطلاق هذا الجسر الذي ينطلق من مطار الملك خالد الدولي هنا في منطقة الشحن التي تم إعدادها وإعداد منطقة في الشحن للحفاظ أو وضع هذه المساعدات المتنوعة الإيوائية والطبية والغذائية للجهوزية العالية لإرسالها مباشرة عبر طائرات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تستعد خلال اللحظات القليلة القادمة ومع ساعات الصباح الأولى هنا في الرياض لإرسال الطائرة الأولى المحملة بأكثر من 40 طنا من مختلف المساعدات الغذائية الإيوائية وكذلك الطبية. هذا الجسر يحمل بإذن الله عز وجل آلاف الأطنان من المساعدات، تم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الحكومة اللبنانية وكذلك قبل ذلك مع سفارة سيدي خادم الحرمين الشريفين في لبنان. هذه المساعدات سوف تستمر بإذن الله عز وجل حتى نستطيع أن نسد الاحتياج ونصل إلى حد من الاكتفاء بإذن الله عز وجل ونصنع فارق في حياة المحتاجين والنازحين في هذه الفترة. إذن وبعد أن اكتمل تحميل المساعدات الإنسانية في الطائرة الإغاثية الأولى في الجسر الجوي السعودي إلى لبنان، قدم السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري والذي سيرافق هذه الرحلة متجها إلى مطار رفيق الحريري هنالك في بيروت، يرافقه أيضا فريق من المتخصصين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذين سيشرفون على عمليات توزيع المساعدات بالإضافة إلى مساعدة الجانب اللبناني في عديد من القطاعات. هذا الجسر الذي هذه الطائرة هي الأولى منه على أن يمتد خلال الأيام والأسابيع القادمة ليحمل آلاف الأطنان لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان. عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث الرياض.